هذا الاتفاق لا يخدم بالمطلق القضية الفلسطينية بل يخدم الرواية الصهيونية. مثل هذا الاتفاق يشجع الاحتلال على استمرار تنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني بل ومواصلة جرائمه ضد شعبنا. المطلوب هو إسناد النضال المشروع لشعبنا ضد الاحتلال وليس إقامة اتفاقات مع هذا المحتل، والضم نواجهه فلسطينيا بمقاومة شاملة مسنودة عربيا ودوليا وليس بتوقيع اتفاقات تطبيعية معه.